رجعنا من جديد في سبور ميكس الجزء الاخير من الحصه نتاعنا اليوم الجامعه التونسيه هبطت البارح حضرنا من بقيه الموسم تفاجئنا بغضب خاصة من جماهير الترجي فماش موقف رسمي لكن فما شوية غضب من الجماهير بخصوص روزناما وين جاء الغضب؟ الغضب بخصوص استق... دربي مقابلة الدربي الترجي يستقبل الفريق نادي باش تكون نهار وسط الأسبوع الترجي يستقبل باجا كيف كيف وسط الأسبوع نهار الخميس الترجي يستقبل السي اس اس في وسط الاسبوع يوم اربعاء، ترجي استقبل الاطوال في رمضان كيف كيف نهار اربعاء، أه دونك هذم ابرز النقاط اللي تركز عليهم جماهير الترجي في الغضب نتاعهم بخصوص روزنامة، خلينا ناخذ رايك رفقي مشروع الغضب هذا خاصة ينجم مقابلات وسط الاسبوع يأثر شوية على الحضور الجماهيري نتاع الأحباء. هو مش كان جمهور الترجي ولا هيئة الترجي حتى على الموسم الفارط وقت اللي تم برمجة ديربي العاصمة جمهور النادي الافريقي زاد اعرب على الغضب نتاعو ولكن اذا كان ما عنديش حل انا بالنسبه للرزنامه رزنامه مضغوطه حتى برشا استحقاقات سواء المنتخب ولا الترجي في رابطه الابطال شنو هو الحل الحل ممكن مثلا مباراه ديربي تنجم تلعب في الليل م. اللي هذايا حسب راي غير ممكن بالنظر للواقع نتاعنا بالنظر للتجارب السابقه المواسم الفارطه لعبنا عم ناول في الليل مش هكا مره وظهر لي مره ما لعبنا ديربي في الليل عم ناول هذا حل مه... هذا الحل مه... هذا الحل مه... بالنسبه لي انا إذا كان لا أنا... في رمضان وقتها ماتش مش دربي هذاك في رمضان لعبنا في الليل مرة بركة لعبنا هي. في, 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 دربي آه. في أنا أنا الليل دربي عملنا لعبنا أنا معاه أنا مع أنه مباراة الكبيرة اللي في ملعب رادس تتلعب في الليل زاد شنو هو ذنب هيئة الترجي وقت اللي أنا نطرح عدد اشتراكات والجمهور يتفاعل معايا ونعمل رقم قياسي م. نجي نلعب مثلا مباراه دربي ما ثلاثه ولا ما سنتي ونص نهار اربعه وقت عمل وقت دراسه م. مشروع الغضب يلزم حل والحل زاده مش باش نأجل مباريات ولا انديكالي مباريات للويكاند الحل وانه المباريات الكبيره تلعب في, من تتلعب في الليل وقت مناسب يلزم حل تتلعب في الليل. حتى تسويقيا مباراة في, الليل. مباراه في الليل مباراه مع حضور جماهيري اعطي صوره باهي هذا البطوله كرة في العالم هذا باهي معناها مهم جدا تشوفوا ايماج حلو ماتش في الليل لكن ديما نصطدموا بالمقاربه الامنيه اللي تغفر في المقابلات في الليل وعلاش المقاربه الامنيه هو جمهور واحد هذا ولا كنقولوا زوج جماهير تنقولوا على غالب ما جمهور واحد في الليل أه ساعة الكره العالميه تطورت ولات من سبعه فوق في العالم اجمع كنا احنا مزلنا في القوايل ابو قلب حتى <applause> عندنا جواريت تبدا تلوج في الظل تاع القرده وفي رمضان وفي النهار وفي النهار هذا يعني نرجعوا لك الامور الضوء في التعليمات يعني انا قعدت مره لكن... قعدت مره مع اسكندر السوايح يقول لي في ستاد طيب المهيري نختار البلاصه اللي, يا اللي, يا اللي يا يبدا فيها الظل في نمشي, نلعب فيها غير. من خاطر اخويا في... <applause> تبدا <تصفيق> البطوله تبدا تبدا, تبدأ في هوت الناس تحت الباراسول وتعوم وفد وانت جيت تلعب مباراه نص ساعه ونص في القايل شو تستنى من بالطقس اللي عندنا احنا تو في الاوروبا تنجم تلعب على خاطر على خاطر الطقس نتاعهم معناتها يتمناو الشمس لكن في الخليج والبعد البطولات تبدا من السبعه وانت الفوق التمارين ما فماش في النهار ما فماش في النهار التمارين في النهار ما فماش آه نرجع على الرزنامه انا والله قعدنا كيك الهلال في العالم اجمع ها يخرج لك رزنامه اول العام اي لو... كل تذكير كل ثلاثه شهور اي ذاكر ان شاء الله تتابع الحاجه الباهيه اللي ما, ما كناش نشوفه معناها يهبط لك رزنامه نتاع بقيه الموسم بالتفصيل قبل كنا كل نهار ونهار معناها كل كل أو... جمعه يهبط لك تعيين لك لك انا, أنا وقت اللي توصل لرزنامه تهبط طول العام وتطبق بالنسبه لي انا كرويا ال... ما عندكش فكره خاطر برا اللهم كوارث طبيعية صحيح كما يصير في فالنسيا حتى في السعودية حتى في السعودية أنا حكيت لكم حادثة المرة اللي فاتت راه فما إيماج بتاع بلاد راه فما إيماج تاع بطولة راهو راهو كي نرجعوا زاد حتى الماتشات اللي في مجاز الباب واللي في معقولة راهو مش معقول راهو أنا ثابت عنده أسبوعين سلت على مباراة في الدرجة الأولى في السعودية ما, ما تلعبتش مم. سلت علاش ما تعديتش نطلب في جماعة البنك نتبع فيها خدمة مم. <applause> قالوا لي راهو اللايف موجود لكن حفله الفار ما جاتش يا قلت قال مستحيل على الأغلاط تصير على ليماج بتاع الشامبيون ما انت ما تجيش كيفاش نعديو ونقولوا الكار تحت با شوف العبيد خم على ليماج بيه. لما ما جاي كل في الكره طب طب. عشان ولا باش عشان, عشان. خلينا نمشي عشان تم تثبيت الشان طارق الزيادي منتخب باش يكون موجود في الشان لكن الجديد انه مش باش توقف البطوله باش باش تلعب وقت اللي منتخب المحليين يلعب في, الشان يبدو انه الاتجاه زي ما هو رسمي باش ياخذوا وفق القانون زوج ملاعبيه من كل من نادي كلنا. نعرف ان القانون يفرض اذا كان تاخذ ثلاثه ملاعبيه النادي يطلب انه مقابلته تأجله هذا عنده حق فيه كي تأخذ زوج ما حق يطلب تاجيل المقابله شنو رايك في الشوار هذا نتاع انه بطوله متواصله والمنتخب بيشارك في الشارع. والله رايي بالنسبه لي انا هو من الاول اتخاذ القرار انك باش تشارك ولا ما تشاركش هو اللي بليز امبورتون معناتها انت كي مش تشارك شنو الفائده اللي مش تعمل اسكو انت قاعد تحضر للمنتخب معناتها الاول نتاعك ولا باش تشارك للمشاركة إيه انت شنو تشوف ما تشوفش فرصة باش نكتشفوا ملاعبين مثلا بالشان اللي لعبناها في السودان فما فما ملاعبين برزوا خير. فما استراتيجية محطوطة انت مش تشارك علاش باش تشارك باش تعطي فرصة لناس اخرين آه. ما كانوش يلعبوا باش نشوف امانة اسكو على مستوى من دولي آه. باش نشوف امانة اسكو بعد ينجموا نعمل عليهم, ولا. عليهم ولا لا مم. والا انت باش تشارك عملها باش تشارك مشاركه للمشاركه ما هذا هو م. اسكو انت عندك اهداف عندك دي استراتيجي عندك نظره للمستقبل والا باش تشارك باش تشارك وكا والمشاركه مش الفكره انك انت تاخذ من كل فريق زوز ملاعبيه اوكي تنجم تاخذ وتلعب بالشامبيونات وهي شوف تفيد زاير كوب دافريك تلعب والشامبيونات تلعب م. علاش؟ خاطر يقول لك احنا دا فريق. دا فريق. إيه ما عندناش كوب دافريك كوب دافريك اي خاطر ما حتى لاعب في الجزائر معناتها دونك هذا إيه معناتها انت تو المغرب كيف, كيف كيف الشان برشا برشا آه نوادي معناتها برشا معناتها بلدان خلينا ناخذ رايك ثابت في الموضوع أنا مع مع الشان الحقيقة، أول حاجة فما كمية نتاع لاعبين في م... يعني مختلف ال... الأندية في الرابطة الأولى الحقيقة اللي يستحقوا مكان حتى في المنتخب ونحب الو... نحب ونقيموهم في المستوى هذا تعطي تعطيهم فرصة وتقيمهم في مستوى في مستوى معين ومستوى يعني أفضل شوية من البطولة ال... 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 الوطنية، وفرصة اللي هما باش يثبتوا الجدارة نتاعهم والاستحقاق نتاعهم باش يكونوا في يعني في المنتخب الوطني ل... 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 الأول، الملعب مل... مل... التونسي في عديد اللاعبين الحقيقة. اللي يستحقوا التواجد في حتى في الفريق الاول تو في الشان نجم فما مروان الصحراوي اه سميلين. لا لا نحكي لا لا بار سيمي هلال <applause> لا عندك في الدفاع فما الصحراوي اد معروس يقدموا في يقدموا يعني في بطوله ممتازه فما في المستير كيف كيف في ال لاعب لاطاكون والله ما تصير مشاكل سيبت خويا من هنا إيه لك الوقت بطوله مش نحكي فيه هذاك بالله خليه يكمل فيه حتى الفرق حازم المستوري تحكي عليه حازم المستوري دونك يقدم في مستوى الحقيقه اللي خول له باش ينجم يكون متواجد في الشان دونك الحقيقه عديد اللاعبين اللي يحبوا يشوفوا مستوى اضافه وإنه شان هذه يعني فيها مبلغ مالي تنجم تربحه ينجم لل... يعني يدخل للميزانيه نتاع الفيدراسيون اللي في حدود 3 مليارات نتصور ما عنديش رقم حسب اما طيب يبدو, أنا يبدو في القيمه نتاع أيه. الجوائز الماليه اي قيمه الجوائز أيه. الماليه دونك توصل 3 4 مليارات كيف كيف تسمى مداخيل مهمه بالنسبه للفيدراسيون وكيف كيف اللاعبين باش كل الفرصة فرصه وانهم يثبتوا التواجد نتاعهم. في فرق في فرق. النقطه اللي اثرها ذاك بس باش عليها بالعقلية التونسية باهي نشوفوا ملاعبية لكن بالعقلية التونسية باش نشوفوا كل منطقة نتاع شبيك خذيت زوز من من هذوك مش بيك خذيت واحد من هنا اللي نادي كان باش تهزوا من, من المنتخب مش بيك خذيت زوز ملاعبية هذوك مهمين وذاك مش مهمة في الجمعية الأخرى هزيتها لا والمشكلة في, في, الجمعية في حد ذاتها وأنت وضعيتها آه. إذا كان مثلا ترجي مثل جيسي هي. في الفترة هذيك تلعب على البطولة والأولمبي الباجي مازالوا متصدرين مثلا آه. الناخب الوطني مش صدع يسري يضيف الله ويقولوا لا نعطيك نسيم دويش والله حاجتي حاجتي بربيع الحمري حاجتي به لا خويا انا نعطيك نعطيك جوهر اخر هذه المشكله يلزم يصير لا التوجه يلزم يكون سامحني التوجه يلزم يكون واضح لازم اللاعبين لازم احسن من اللاعبين لا لا اللاعبين اللي شاركوا مع المنتخب الاول في المقابلات الجايه هذوما ما يستدعون الشارع بايزون ترجع عندي مريح مريح من غير ما يمشي للشارع ما, ما يمشي للشارع تنجم يرفعوا يعني في المنتخب زاد اللي باش يمشي باش تنافس انت لا لا يشابوا لبعض من الشارع ما نتصورش الشارع الكل ما لبعض يلزم اتفاق اسلام ماهيش نيجيريا نيجيريا وماهيش بين النوادي والمكتب الجامعي بالتنسيق مع الاطار الفني يلزم زاد وقت اللي انا ناخذ من باجه والمستير وجرجيس لازم احسن ملاعبين لازم احسن زوز مم. مش انا ناخذ احسن زوز تقول لا راني عندي استحقاق ثلاثه نقاط مهمه لا خذ هذه مشكله لازم التوجه واضح والاتفاق واتفاق يكون من جميع الاطراف زاد قلت مش باش نمشي انا شان باش نخسر ثلاثه واربعه عاد نشارك جمله عاد ندفع الخطيه انا يعني طال خمسين ألف دولار نتاع الالتزام نتاع المشاركة لا, لا, لا. في نمشي أنا ثلاثة أربعة نكلوا فيهم توا بالفريق لا لازم لازم نمشيو بحث عن اللاعبين المحليين أنا أنا ما سمعناك تفضل أنا دهك. ما أنا <applause> المعلومة توا الفكرة تباع بالفلوس في العالم أنا والله باش فكرة تو بلاش بلاش, بلاش خويا بالمت... قدكش متواضع بليش أنت من بعد خل... لا خاطر هما المسؤولين هما اللي مطالبين بالأفكار مش هو مش هو لا أنا عندي الخبرة بتاعتي الأفكار لا لا معلم انا بالخبره بتاعي وبكل تواضع عندي الحق لا دار. لا نعطيها تو ذاك انا في التعليقات هو صديقنا ماريو بدا <applause> <applause> يقول لك هو من جمعيه دي, دي توال يقول لك دي ما فيها حد يستحق هاي ماناش ناقصين نحن خلينا <تصفيق> <تصفيق> خلينا لا انا عندي فكره ظالي الكل موني ورفقي قبل علقت على مباراة في القسم الثاني ولا؟ ايه علقت فما لاعبين في القسم الثاني ما هيش فكرتك. <تكرك> ها حكينا فيها قبل. لا لا ما هيش فكرتك. الرابطة الثانية. ماكش باش تخلص طيب. عليها. أما ذكرنا بها ما نخرج على نخرج على الكرونس. في الفكرة. آه ال 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 فما لاعبين في القسم الثاني من طراز رفيع. العملية سهلة. لا ندخلوا في جدال نتاع نحيت له. أنا مع كل فريق في الوطني إيه لاعب برك. وما يكونش مؤثر. مثلاً ما جيش باش نحيله معز بن شرفة. لاعب برك. احسب انت 14 لاعب هذوما والناخب الوطني ولا شكون مش يتكفل بالموضوع يمشي ها موجوده على البلاتفورم ماتش ويت لايف بتاع دي دو هذا كان ما لهم وياخذوا احسن لاعبين ويسهلوا يسهلوا لل... للفرق نتاع القسم الوطني ايه في ايه تشوف الملاعب تشوف اللاعبين العام الجاي الحق حق ممتاز الفكره والله ممتاز حكينا فيها والله حكينا فيها, فيها وتاخذ اللاعبين هذوك ما سيدي انا يعني نسهل لك يا سيدي ما تقعدش انت تتنقل ويجيبوا لك لاعب يلعب في رادس الاخر يلعب في مقرين انا واحد من الناس مجرين فيها لاعبين نجم يكونوا برا تونس آآ القروان ما نحبش نسمي هكاك بو حجله الكل برشا فما, يعني. فما بوغاز تاع كوري منين طلعنا بضبطي. احنا الفايده في العين بالحق الفايده في العين دفيني. يا سيدي ها وأنتي تقول لي خلينا نخسر خلينا هذا ما سيدي هاو شرف يا سيدي بالك برا بالك يا سيدي يترشق جوار بلغه الكرة ومثلا ابو حاجه ولا مقرينا جاء اوفر من برا سيدي في جوا ذاك <applause> وحتى كان خسرنا معناتها مش لازم نرجع للهدف اللي قال عليه طارق انا أنا, <applause> انا انا جامعه تونسيه نكون سبب باش نوفر نكتشف لاعبين اكتشاف للناسيونال سيدي تفرج فيهم في اللايف اه. خوذ برا امشي نفع الدو اشري من عندها هاني آه. يعني انا وفرنا يعني إيه احنا زيك كنا ما نشاركوش وحتى حتى يخسرنا معنا نزل يعني؟ لا هاكم باش نعملوا نعدلوا شويه آه. نزلوا لاعب واحد من كل جماعه مش مؤثر في النادي يكون ممتاز كما آه. قال في فكره باهيه فكره باهيه بارك حبيت تقول شو طيب انا حبيت تقول في نفس الشيء اذا عندك استراتيجيه واضحه وعندك آه معناتها منهجيه واضحه راه تنجم تلقى الافكار وتلقى الحلول كيفاش معناتها باش تشارك راه اذا باش نشاركوا للمشاركه باش ما ندفعوش الخطيه معناتها أنا عادي مع البطوله آه ما تقولش باي طريقه دونك هذا آه هو شكون يحب الريال هنا شكون جماعه آه. الريال يعني آه. شنو هو البارح نحكي كلمه على الشامبيونز ليج البارح الريال <applause> الامور <الريال تصفيق> <الريال من الريال تصفيق> ما تعجبش شفت اخويا كي فكوا لهم المدرب هذا تو كان نادي الفريق آه. فكوا لهم بيتوني وهذاك واحد راهو البريزون تاع الريال يحط يده على خجل من الريال بيتوني ولا هو المكونين نتاعهم هذوك هذاك المدرب بتاعنا وزنها في حالة <applause> في كيف فكيتوا بيتوني دخل بعضها دخل بعضها يا ربع دبر روس نتحمل سيرة المورد واحد يجي المطار يفك لنا المدرب خلينا نخدموا رايدين طيب المدرب مرشح المنتخب رفقي النظام النظام الجديد بتاع الشامبيونز ليج ما عشن. نجم نقولوا النتائج اللي صارت البارح مثلا واللي قاعده تصير حتى الجولات الماضيه مع رانس وكيف كيف عملوا نتائج محترمه جدا نجم نقولوا النظام الجديد بريست. بريست بريست سامحني يعني. مش رانس نتائج مفيش برشا قاعدين يحققوا فيها هذا اللي برشلونه خسرت زاد مع موناكو البارح البارح بالضبط البارح لشبونه فازت على مان سيتي نجم نقولوا من نظام جديد والا لا فقط مصادفه جات وكا ما نتصورش انه نظام جديد باش يخلينا نوادي تحقق مفاجاه ولكن هذه هي كره القدم الاوروبيه راهو ثم نوادي قاعده تطور حتى كانها مش في اعلى ترتيب بطولتها تحقق في نتائج كبيره ممكن تركيز كبير وقت اللي انا نستقبل الريال كما وقتها ليل <applause> فما موتيفاسيون فما حافز يعني ما كانش أه ضيع شويه هذوما خاصه في البرنابيو ممكن فرصه تعويض ممكن بالنظام الجديد فرصه تعويض لانه يعني الثمانيه الاولانيين يمشوا مباشره ثم النهائي <applause> ولكن تحيه كبيره الحقيقه للنوادي اللي عملت نكهه طعم خاص للتشامبيونز ليج السنه ليل مثلا البارح سبورتينغ لشبونه يربح السيتي اربع اهداف مقابل هدف وحتى المدرب الجديد السويدي اللاعب مهاجم فيكتور جيوكيرس ما, شاء الله ما بطولات تقريبا اخر مباراه البرتغالي اموريم روبن اموريم, أموريم. روبن يونايتد هو من الطرائف قال اذا كان حتى قبل مباراة قال م. اذا كان باش نخسر مع السيتي الاراء باش تكون متناقضه حول تحول للسيد لليونايتد واذا كان ربحت السيتي باش يقولوا هاو اليكس فيرجسون جديد جاء الحقيقه أه مدرب ممتاز أربعة واحد البارح نتيجة عريضة وتحية كبيرة للمدرب هذا أكيد إن شاء الله باش يكون له إضافة كبيرة نتائج كبيرة تحية من تونس وأعاد بضبط. هو يسمع فينا <applause> تحية لي وأعاد <applause> أعاد لشبونة للبطولات غالي <applause> بعد 12 عام ما هزيتش بطولة عامنا ولا قلت عامنا ولا هز بطولة ولا صغير في العمر آه يا رجل آه ثابت في ريال مبابي ظهر لي ديما قاعد نقطة استفهام ضغط كبير ولا عليه خاصة بعيد عن المستوى اللي كان متوقع منه بون نتصور المشكله الرئيسيه مش في مبابي المشكله الرئيسيه ريال مدريد تو عايش في مرحله انتقاليه الحقيقه في البطوله ماهوش مقنع برشا مالغري تو دوزيام في الشامبيونان أه دونك يعني حسب رايي وانه النهايه نتاع نهاية نتاع انشيلوتي ما باش تكون في الموسم هذا مع ريال مدريد حتى تدريبيا دونك انا ريت وانه انشيلوتي وقت نخزر العين ونشوف مدرب منهك الحقيقه مع الشانشلوت ياك اللي آه معاش, معاش 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 شنو معناها منهك؟ منهك هو عبر على الحاجه هذه في بدايه الموسم هو كان باش ينسحب في بدايه الموسم وينهي المشوار الكروي بتاعه ويرجع لايطاليا آه بيريز شاد فيه صحيح باش يكمل الاخر موسم مع, مع الريال هو كان قريب من البرازيل راه كان قريب برشا من البرازيل بعد اختار التجديد لكن ثابت مباراه بروسيا تو تو ما تقولش دو. الريال هذا في جوان تو اللي الطرح سنين فما تراجع ما تقولش فما تراجع كبير حتى على المستوى البدني مالغري فما انتوني بينتس من احسن المعدي لل... البدنيين في العالم لكن فما الحقيقه فما م... فما فرق كبير بين ريال مم مدريد نتاع اخر الموسم وريال ديت مدريد الموسم هذا راهو الفريق عودنا ونجم نجم يعني. يعني يعني. ينجم يرجع اما ليزانديس بور لو مومون في الشامبيونز ولا في البطوله 9 باربع ثلاثه اهداف اربع دونك هذه خلي نقصها ايه. سيميلي بوتيتر زاد بامبي بامبي على ريال مدريد تكون <applause> لا مبابي <applause> بالنسبه لي <أنا تصفيق> عندي كلمه عندي كلمه ثابت <applause> عندي كلمه, <applause> عندي كلمة, <applause> عندي كلمة <applause> فما فرق ما بين لاعب يطلع بالدلال هذاك اور كوره راه نحكي لك صحيح اور كوره راه مبابي راه في العمر هذاك وصل ياخذ في قرارات مش بتاع كوره جمله باش يمشي ينتقل فما لاعبين راهو كي الحوت باش يمشي للريال يا هو لازم ما نجموش يبدلوا عليه سيستم <applause> 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 لازم هو يتقلم طيب. على الجو الجديد يتقلم على البنك خاطر قبل ذكرت كل كره يخذوه يلوجوا عليه في سان جيرمان ويتغشش إيه. كما يمسوا ما يعطيلوش كوره مبابي نتا تو حتى كي تشوفه كي ضيع ما وش مبابي ثم نقطه اخرى البوست اللي قاعد يلعب فيها ما يحبش باش ما يفضلش يلعب غادي كمهاجم بلاس يلعب في بلاصه يحب يلعب في بلاصه فينيسيوس اكثر فينيسيوس انشيلوتي ما ينحي ما ينحيش ما يتخلاش عليه يعطيكم الصحه شكرا لك ذاك جوتي شكرا طارق زياد جبهة يمين مشاغب اليوم عاش حطكم مع بعضكم لا ما سامحك شوف لا سامحني مش قلت خلي خليه بحذايا جاي مقبل اخر مره تقعدوا بحذا بعضكم شكرا ثابت القاهره يعطيك الصحه ايضا تبارك الله فيك زميلنا من الاذاعه الوطنيه شكرا لكل في الاخراج اجمل تحيات اسلام المتبع